جعل الله تبارك وتعالى للهدى الذي يطيع عباده المؤمنين بواسطة الكتاب المبين والذكر الحكيم علامتين. قال تعالى: اللهم نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم بربهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا في من هديت. وطلب من وعى عن الله خطابه وجود العلامة أنه اهتدى بكلام الله وخطاب الله ووحي الله وتنزيله على مصطفاه بوجود القشعريرة عند تلاوة القرآن الكريم تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم ثم لين الجلود والقلوب بالمعاني والدلالات والإرشادات والتوجيهات والأوامر والنواهي والمعارف واللطائف التي تشتمل عليها آيات كلام ربنا جل جلاله وكلمات القرآن وحروف تلك الكلمات تشتمل على أنواع من هذه المعاني والدلالات والإرشادات والتنوير والتطهير. فيحرص المؤمن أن يكون ممن يقشعر منه جلده بكلام الله سبحانه وتعالى وبما يتلوه من هذا الكتاب العزيز تقشعر من جلده يشعرون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. فإنما يكون ذلك بالتعظيم والإكبار والجلال وحسن التدبر واستشعار أن المتكلم هو الحق جل وعلا وأنه هو المنزل لهذا الكتاب والمخاطب لنا على لسان سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فالله يفتح لنا ولكم أبواب الفهم عنه والمعرفة به ويجعلنا ممن تقشعر من القرآن جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ويهدينا في من هداه ويجعلنا عنده في أهل الكتاب تعالى في علاه. فتوزعوا على حلقات على لقراءة هذه الآيات الكبيرات العظيمات الشريفات الدالات المعلمات المذكرات المنورات الموضحات المبينات المقربات الهاديات سواء السبيل الرافعات إلى مقام القرب من الملك الجليل من السور القصيرة. فإذا أتممنا الختم اجتمعتم على الدعاء.